رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. السلامة العامة مسؤولية مجتمعية تبدأ من الفرد نفسه، بمعنى أن حرص الشخص والتزامه بالإرشادات والتعليمات يمثل نقطة البداية من أجل السلامة. ممكن تكون السلامة في المنزل أو في السيارة أو في مواقع العمل وغيرها. واليوم راح نتكلم عن السلامة في بركة السباحة. معنا في الاستديو النقيب أحمد الجاسم، ضابط علاقات عامة وتوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني. صباحك الله بالخير نقيب أحمد، نورتنا. صباحك بالنور أختي عائشة، ونشكركم على هذه الاستضافة وعلى سماح لنا بتقديم الرسالة التثقيفية والتوعوية للمشاهدين والمستمعين في مملكة البحرين. شكرا لك نقيب أحمد على الحضور. يعني بداية نقيب أحمد، كيف على الشخص أنه هو يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى؟ طبعا المسؤولية أو اللي هي سلامة الأشخاص وسلامة المنشآت تأتي في الدرجة الأولى على المستفيد أو على الشخص نفسه. نعم. من هذه المنشأة، فأي خطر راح يقع بيكون على أو الأشخاص المتواجدين في هذا الموقع، سواء كان في أماكن عامة أو في أماكن خاصة مثل المنازل أو برك السباحة. نعم. بالنسبة حق المسؤولية، هو المستجيب الأول، فعشان شيء هو تكون مسؤوليته. ثاني شيء هو تكون المسؤولية عليه، لأنه هو في موقع الخطر وهو اللي لازم يحافظ ويتبع الإرشادات الكاملة، بحيث أنه هو يحافظ على سلامته الشخصية وسلامة اللي حوالينا من أشخاص ومن منشآت أو من مرافق يكون هو متواجد فيها. نعم جميل. يعني نقيب أحمد، احنا نعرف أن برك السباحة تكثر الروح لها في فصل الصيف وهي مكان ترفيهي، ولكن يجب علينا اتباع بعض الإرشادات عند ذهابنا لبرك السباحة. شنو هذه الإرشادات؟ طبعا هي البرك السباحة يمكن هي الشيء المتنفس في بالضبط. فصل الصيف وهو اللي يمكن يهون علينا حرارة الصيف اللي توصل لخمسين أو في الأربعينات. يعني فهناك العديد من الاشتراطات اللي احنا لازم نتأكد من توافرها، وفي البداية ان احنا لازم نتأكد من وجود التراخيص اللازمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، من قبل وزارة الصحة إذا كانت هذه موافقين عليها، وأيضا الدفاع المدني لهم عدة اشتراطات لازم توافر في هذه البركة. طبعا إذا كانت هذه البركة مرخصة من قبل الجهات المعنية بتكون هي مطابقة لهذه الاشتراطات. من أهم هذه الاشتراطات أن احنا اللي لازم نتطلع لها ونشوفها عند استئجارنا لهذه البركة، وجود أطواق النجاة، وجود الإسعافات الأولية، وجود الترقيم الخاص بأعماق الحوض نفسه، بحيث أن احنا نعرف أنه وين بيكون في الماء المستوى المنخفض عن المستوى العميق في برك السباحة. وأيضا بالنسبة للتوصيلات الكهربائية، بحيث أنها تكون بعيدة عن مصادر المياه، وجود طفايات حريق داخل المنشأة ذي نفسها اللي هي برك السباحة في المرافق الخاصة فيها، عشان أن احنا نقدر نستجيب حق أي خطر لا قدر الله كان حريق أو كان وجود إصابات، احنا نقدر نتعامل معاهم باستخدام هذه المعدات الأولية من الطفايات الإسعافات الأولية وأطواق النجاة. وأيضا تأكد من نظافة المرافق، كون هي تقاس الأمم من نظافة مرافقها الصحية، فإحنا نأكد على أن إذا شفنا إحنا المرافق الصحية والمرافق الموجودة مع في برك السباحة كانت على مستوى نظيف أو مستوى عالي من النظافة، فهذا يدل على مستوى برك السباحة أنها هي أيضا تحافظ على المعايير الخاصة ببرك السباحة من تعقيم المياه إلى نظافة المرافق. أيضا تجنب البرك المائل بالعامية اللي حين نقول المائل الارتوازي أو لا. المياه الجوفية، لأن هذه المياه لا خلينا نقول ما تروح في عملية تعقيم باستخدام مواد الكلور، وهاي بتكون فيها بيئة حاضنة للميكروبات اللي تأثر على سلامة الأشخاص. هاي يمكن وزارة الصحة هم أخبر في هذا المجال، وهم اللي نصحونا إن إحنا في حملاتنا التوعوية ننصح الناس في هذا الشيء. بس إحنا ننصح دائما إن أخذ البرك السباحة اللي تم تعقيمها باستخدام المواد الكلور، وأيضا بوجود المرشحات أو الفلاتر الخاصة لهذه البرك.
نعم. يمكن هذه اغلب الارشادات اللي احنا لازم نركز عليها قبل احنا ناخذ اي برك سباحه او احنا نروح حق اي برك عامه، ان بوجود هذه الاشتراطات اللي تضمن انا سلامتي قبل كل شيء. نعم، يعني النقيب أحمد أكيد وجود الأطفال في برك السباحة أكيد يشكل خطر كبير لهم، وخصوصا إذا كانت البركة غير مسورة خلينا نقول، فكيف على أولياء الأمور الحفاظ على أبنائهم؟ طبعا احنا برك السباحة يمكن لازم نصنفها عدة تصنيفات. نعم. منها برك المنازل انزين، ومنها البرك الخاصة للتأجير مثل الاستراحات للعوائل او في الفترات يعني الصباحية والمسائية، وايضا في البرك العامة مثل اللي تكون في المنتزهات المائية او في الفنادق. طبعا هني بتكون المسؤولية الأولية على رب الأسرة او المسؤول المباشر عن هذا الطفل، بحيث انه هو يكون على طول مع الطفل ويعطيه الارشادات وما يكون في خلينا نقول في غفلة عن هذا الطفل. طبعا الطفل من تشوف ماي بيركض بيروح يبي ينط في الماي ويستانس ويبتدون يلعبون في هذه الماي. طبعا احنا نركز على المنازل اكثر، يمكن اغلب الحوادث كانت تصير في المنازل والبرك اللي تم استئجارها. نعم. كونها انه ما فيها منقذ بيكون على مدار فترة التشغيل، يعني احنا نقول في المنتزهات المائية وايضا في اغلب الفنادق بيكون هناك منقذ يكون متواجد طوال فترة التشغيل يراقب في سلوك عبارة مرتادي حوض السباحة. اما بالنسبة للمنازل وبالنسبة لبركة المخصصة للتأجير، هذه لازم يكون فيها السور ليمنع الاطفال من دخول هذه الحوض، وطبعا لازم السور يكون لا ابواب تقفل، يعني مو بس مجرد سور احافظ على يكون على شكل الحوض نفسه، لكن يجب ان يكون هناك ابواب تقفل عن الاطفال بحيث ان ما يدخلون حق حوض السباحه. واحنا نشوف اذا على حسب الاحصائيات ان اغلب الحالات الغرق اللي تصير بتكون في حالة غفلة أولياء الأمور عن صحيح. الأطفال صحيح. ما بتكون هناك أخطاء ناجمة عن اللي هي الاشتراطات الواجب توافرها في البرك، بس اللي أغلبها اللي قاعد يصير من خلينا نقول غفلة من أولياء الأمور في هذه في البرك. واحنا نركز على وجود السور نفسه. نعم. وايضا انه يتم وضع البلاط المخصص المانع للانزلاق نفسه. نعم. ايضا هاي من اهم الاشتراطات اللي يجب توفرها، ساعة الياهل يركض ويزلق ويرتطم راسه يصير قد يقول نزيف او خلينا نقول حالة اغماء. نعم. ويطيح في داخل الحوض والناس غافلة عنه يصير حالة غرق. نعم. فهذه الأشياء اللي احنا لازم نركز عليها بعد في برك السباحة. نعم، يعني نقيب أحمد في حال الغرق لو سمح الله، يعني كيف على أولياء الأمور التصرف لما يشوفون بعيد الشر يعني طفلهم يغرق؟ طبعا في البداية على رب المنزل وأولياء الأمور كانوا بيأجرون برك السباحة أو كانت في المنزل، عليهم الاطلاع على إرشادات السلامة وأيضا على كيفية الإنقاذ، يعني أخذ لمحة بسيطة كانت عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الكتيبات الخاصة لحالات الغرق والإنقاذ، كيفية عمل الإسعاف الأولي وكيفية إنقاذ الغريق لا سمح الله داخل برك السباحة. من أهم طرق الإنقاذ كانت للأطفال أو كانت للكبار على الشخص البالغ اللي بيكون بعملية الإنقاذ أن أي حق الغريق من الخلف ويتم ينقذه عبارة من الخلف من ظهره ويتم سحبه إلى منطقة الأمام. إذا ياله من الأمام كان الغرق، احنا نقول لو الغرقان لو شاف غاشة بتعلق عليها صح اكيد، فدائما الغرقان بيدفع الشيء اللي قدامه عشان هو يطلع ياخذ نفس. نعم. فبصير عندنا حالتين غرق بدل حالة واحدة. فيجب اخذ الغريق من الخلف واخذه الى منطقة الامان، وفي حال ان هو اخذ كمية كبيرة من الماء عمل له تنفس صناعي، وهناك ايضا ارشادات معينة في الكتيبات الخاصة بالاسعافات الاولية لحالات الانقاذ. نعم، يعني نقيب أحمد نبي نتكلم عن مسؤوليات الدفاع المدني في تفتيش برك السباحة.
بالنسبة للدفاع المدني متمثل في مكتب العلاقات العامة، يقوم بالكثير من الحملات الخاصة الحين في هذا الموسم على برك السباحة المرخصة، بحيث أنه يكون يتأكدون من تواجد اشتراطات السلامة، ولا زالت سارية المفعول، يعني مثلا في هناك مثلا عدة أمور لها صلاحية، مثل طفيات الحريق، أيضا الإسعافات الأولية لها صلاحية تنتهي، فإحنا نتأكد من صلاحية هذه الاشتراطات، وأيضا من صلاحية المرافق والتوصيلات الكهربائية داخل هذه المنشأة، ونقدم النصائح كانت لملاك هذه البرك أو لروادها كان في هذه الفترة، بحيث أن احنا نوعي أكثر عدد ممكن ونقلل فيها الإحصائيات الغرق في هذا الموسم. وأيضا بالنسبة لإدارة الحماية والسلامة تضع عديد من الاشتراطات الخاصة لبرك السباحة واللي يجب تواجدها داخل هذه البرك، بحيث أن يكون المنطقة آمنة وصالحة للاستخدام، وتكون عبارة متوفر فيها جميع الشروطات الأمن والسلامة والصحة. نعم، يعني نقيب أحمد، كيف تتم عملية الشراكة المجتمعية بين الجهات المختصة في سبيل تأمين برك السباحة؟ طبعا يمكن خلينا نقول احنا برك السباحة هي مسؤولية الجميع. التراخيص ليست فقط من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وإنما هناك العديد من الجهات، منها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهي اللي تعطي الجهة اللي تعطي التراخيص لهذه لمزاولة هذا النشاط. أيضا الدفاع المدني متمثل في إدارة الحماية والسلامة تعطي الإشارات الخاصة بالسلامة العامة. وزارة الصحة هي المسؤولة عن نسبة المعقمات أو مادة الكلور داخل هذه المياه، وتعطي النسب والاشتراطات الخاصة للمرشحات والفلاتر، بحيث أنه يكون وجود مياه صالحة وخالية من الميكروبات والفيروسات والبكتيريا. هاي بتكون من مسؤولية وزارة الصحة، وأيضا تقوم هي أيضا بعمليات التفتيش معنا وأخذ عينات للتأكد من سلامة هذه المياه. وزارة الأشغال وشؤون البلديات أيضا لها دور في هذا المجال، في ترخيص برك السباحة. وطبعا احنا نقول هذه كجهات حكومية، ولكن كشراكة مجتمعية الكل شريك في هذا المجال. صحيح. والكل له دور في سلامة الأشخاص وسلامة مرتادي برك السباحة من منشآت عامة كانت كفنادق ومنتزهات، إلى منشآت خاصة كملاك برك واستراحات وملاك المنازل أو اللي فيها البرك داخل المنازل، كلهم شركاء لسلامة المواطنين، لسلامتهم هم نفسهم، لسلامة الأشخاص اللي هم مسؤولين عنهم. نعم. فهي شراكة مجتمعية، على الكل أنه هو يزيد من وعيه ويزيد من ثقافته، وحدة من دورنا بنزيد من حملاتنا وبنزيد من شراكتنا مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة أيضا. يعني نقيب أحمد، كل شكر لك وعلى وجودك اليوم معنا، نورتنا، وشكرا على هذه المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها بخصوص السلامة في البرك السباحة. تولي مشكورين على استضافاتكم لنا، وسامحونا يمكن المعلومات كثيرة. نعم. وإحنا اختصرناها في معلومات بسيطة، بحيث أنه على المواطن أنه هو يأخذها بالشكل البسيط. شكرا. مشكورين. شكرا. شكرا. شكرا.